السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى راح ننتقل لنيو تكنيك من الموديلينج تكنيكس اللي حكينا عنهم في بداية الفصل. طبعا احنا حكينا انه في عندنا اكتر من تكنيك، في عندنا البوكس او السب ديفيجن موديلينج واللي احنا تقريبا اخذنا فيه 4 امثلة. كان الهدف منه او كان يعني البداية دائما فيه انه انا اضيف بوكس او اضيف كيو يعني كيوب او سفير او سيلندر ومنه ابدأ اعمل عملية الموديلينج. بعد هيك في عنا بس للتذكير الادج او الكونتور موديلينج، حكينا في عنا كمان نوع اللي هو النيربس موديلينج او الاس بي لاين، وفي عنا الديجيتال سكالبتنج، وفي عنا البروسيجرال موديلينج، وفي عنا ايمج بيزد موديلينج وال3 دي سكاننج. ان شاء الله تعالى اليوم راح نبدا او نحكي في موضوع الادج او الكونتور موديلينج. طبعا احنا بالنسبه للبوكس موديلينج كان يعني مثلا هذا المثال كان مثال على الادج او عفوا على البوكس او السب ديفيجن موديلينج. مثال ثاني حنحكي فيه او الموضوع الثاني حنحكي فيه الادج او الكونتور موديلينج اللي هو بينبنى من خلال الادجز او من خلال الحواف، مش من خلال مش او مش من خلال بوكس او كيوب او سيلندر، لا من خلال دوائر، من خلال ان انا اعدل على edges مش اعدل على faces. طبعا له اهمية وله حالات خاصة ممكن انا من خلالها او هو افضل من خلالها ارسم اي شكل، خصوصا اللي فيه تفاصيل كتيرة زي الوجه. ايش ال edge modeling؟ Edge modeling is another polygonal technique thought fundamentally different from its box modeling contour part. يعني بيحكي لي انه هذا عبارة عن تكنيك تاني غير التكنيك تبع البوكس موديلينج. In edge modeling rather than starting with a primitive shape and refining the model is essentially built piece by piece by placing loops of polygonal faces along a prominent contour. يعني هنا بحكي لي بدل ما انا احط shape وابدأ اعدل فيه او اعمل له refining، احنا بنبدأ من او نبدأ نبني هذا الموديل piece by piece، قطعة قطعة أو جزء جزء، من خلال اللوبس، من خلال البوليغانز، من خلال الفيسز، من خلال الكونتور الحواف، and then filling any gaps between them. وبعدين أي يعني جاب أو أي فراغ بين هاي الكونتور أو بين هاي الإدجز إحنا بنعمل له عملية filling. This may sound needless complicated، يعني ممكن تكون بالنسبة لكم شوية معقدة، لكن create أو certain meshes are difficult to complete through box modeling alone. في كتير شغلات أنا من خلال البوكس modeling طبعا ممكن أعملها لكن حتكون صعبة، تمام، وحأعاني من تفاصيل كتيرة ممكن أنا أعملها. مثال يعني دائما إحنا بنحكي فيه في الإدج أو الكونتور موديلينج لهيومن فيس، مش الهيومن هيد، الهيومن فيس، الوجه، وجه الإنسان، تفاصيل الأنف والعينين والفم والوجه، تمام. هذه كلها being a good example to properly model a face requires very strict management of edge flow and topology. يعني في عندي topology أو بنية الفيس أنا لازم أكون كتير دقيق، كتير جدا دقيق فيها. هذه بالكونتور موديلينج بتكون يعني شغلة أسهل وشغلة يعني بتطلع لي نتيجة أسرع، يعني قيمة بالنسبة إلي. الآن بالنسبة لنا مثلا لما نيجي نعمل الهيومن فيس زي ما حكينا كل التفاصيل، لما نعملها عملية الموديلينج احنا باقي الجسم او باقي التفاصيل، انا مثلا بعمل الانف، بعمل حوافه، وبعدين بعمل فيلينج، بعبي الفراغات اللي موجودة بينهم. طبعا هاي مثال لوجه الانسان. طبعا انتم شايفين انه في عندي حاجة بنسميها وحنشتغل عليها اليوم اللي هي الريفرنس ايمج. يعني انا عشان اشتغل مثلا تفاصيل زي هذه التفاصيل حاجيب صورة واشف عليها، تمام، تكون بالنسبة الي هي المرجع. راح ابدا من خط بسيط جدا وابدا هذا الخط اعمل له اكسترود 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 والف مع العين، تمام، وبعدين انطلق لباقي التفاصيل اللي موجودة في الوجه. طبعا حاعمل لانه في تماثل حاعمل نصف الوجه والنصف الثاني بتم عمله من خلال الميرورنج، يعني تمام انه بيتكرر او الارينج بيتكرر على النصف الاخر. في عنا هنا بعض الدروس ممكن انتم تستفيدوا منها لكن مش على برنامج البلندر. احنا راح نشرح ان شاء الله تعالى درس
ان نعمل سان جلاسز على برنامج البلندر. تمام، طبعا حنبدأ او البداية نروح للبرنامج او نروح على الانترنت ندور على صور مناسبة بالنسبة لنا للعمل، وبعدين ننتقل للبرنامج، وبعدها حنفصل في بعض الاوامر اللي احنا استخدمناها في هذا التمرين ان شاء الله. طبعا على جوجل مباشرة في عنا، او احنا ممكن نجيب الصور اللي بدنا نشف عليها، اي موديل انا بدي اعمله ممكن الاقي له صور. كيف الصور انا بلاقيها؟ مثلا انا كتبت سان جلاسز ريفرنس، تمام، وبدي اجي ادور، طبعا حتجيب لي كثير صور، حنشوف ايش الانسب منها، وممكن اكتب سان جلاسز بلو برنت، سان جلاسز بلو برنت بالشكل هذا. هذه عبارة عن صور references، صور مرجعية ممكن أنا أشتغل عليها. إيش الصورة الأنسب اللي دائما أنا ممكن أخذها؟ يعني لو طلعنا هاي في عندي blueprint، لكن هل هذه بنفع أنا أعمل عليها modeling؟ ممكن ينفع لكن بصعوبة. الآن دائما blueprint أو reference اللي بدي أشتغل عليه لازم يكون على الأقل بالشكل هذا، ويفضل بالشكل هذا. ايش هذا الشكل وايش هذا الشكل؟ هذا الشكل لاحظوا هو جايب لي وكانه مصور النظاره من الاعلى بزاويه، يعني بزاويه 90، تمام، عموديه على الاوبجكت لو كانت النظاره عندي، مصورها من الاعلى وجايب لي قياساتها، تمام. كمان صوره من الامام بالتفاصيل، تمام، يعني بتكون مستقيمه من الامام، وصوره من الجنب. ففي عندي ثلاثه فيوز عندي، فروم توب وفروم اللي هو فرونت وفروم يعني وان سايد، من اللي موجودين عندي في الموديل. على الاقل بده يكون في عندي اثنين عشان انا اقدر اعمل عمليه الموديلنج، من الامام تمام ومن الجانب اذا كان في تفاصيل. احيانا بعض الموديلز بيلزمني من الامام ومن الاعلى حسب التفاصيل اللي عندي، النظاره تفاصيلها موجوده في الامام وموجوده في الجنب، فبالتالي بالشكل هذا بتلزمني. الشغله الثانيه والمهمه جدا انا بدي الاقيها في الريفرنس ايمج، انه بدي اقدر اطبقهم على بعض. يعني لاحظوا هنا دراع النظاره جاي عمودي مع اللي هو دراع النظاره بس من الجهه الثانيه، هيك لاحظوا كيف جاي كمان عمود مع دراع النظاره من هنا. طيب الزياده هذه لاحظوا من قدام، لما طلعت من قدام بين لي شكل النظاره، لكن هل بين التقوس اللي في النظاره وكميته؟ لا، التقوس بين من التوب فيو ومن السايد فيو. هذا كله هذا متعامد، يعني لو جبت خط ورسمته هيك تمام حيكون كله متعامد مع بعض عشان اقدر انا اطبقهم على البرنامج واشتغل عليهم ان شاء الله في المحاضره هذه. طبعا ممكن اخذ هذه الصوره وهذه الصوره، هي اشتغل على هذه الصوره افترض، تمام، وهي في عندي هذه الصوره ممكن انا اخذ منهم بلو برنت اشف عليها. طبعا هذه الصوره برضو بتنفع، جايب لي خط الوسط كويسه ما فيش فيها مشكله، ممكن احنا ناخذها. اي شغله انا بدي اعملها من خلال البلو برنت، ممكن لو انا بدي اعمل شخصيه مثلا، هاي كاركتر بلو برنت، راح الاحظ انه جايب لي الشخصيه نفس الفكره من الجنب ومن قدام، تمام، وجايب لي تفاصيل الراس، ممكن كمان شخصيه تكون فيها تفاصيل اكثر، لاحظوا هي من الجانب الاول من الجنب الثاني من قدام، تمام، وهيها بدون الكلوث عشان نشوف التفاصيل الدقيقه اللي فيها. وبعض المودلز كمان حالاقيه جايب لي اياه فروم توب، يعني اذا كان في تفاصيل زي هيك من التوب، هذا برضو احنا بنقدر نعمل عمليه موديلنج عليه، فبرضو احنا ممكن نحتفظ فيه لنعمل موديلنج. طبعا انا الان بحكي بشكل عام مش بس للكونتور موديلنج، اي موديل انا بدي اشفه شف بدي اجيب له صوره او صور بالشكل هذا. طيب كيف هذه الصور انا بدي اجيبها على برنامج البلندر؟ راح اجي على البلندر، نمسح البوكس، بدنا نجيب الصوره، فعندنا اكثر من طريقه، ممكن اضغط شيفت اي اد امتي ايمج، هاي الايمج اعمل لها سكيل اكبرها عشان اجيب عليها الصوره، واروح على خصائصها واعمل اوبن واختار الصوره، هاي الصوره بالنسبة إلي إجت،
فيش اي مشكله. وممكن كمان طريقه ثانيه انه امسك الصوره بالشكل هذا اسحبها وافلتها على البرنامج. طبعا الفرق بينهم انه هذه لو طلعت على خصائصها في الان ايتم حلاحظ انه الروتيشن مضبوط واللوكيشن مضبوط على 0 و0. السكيل انا عملت له سكيلينج او رحت كبرتها او صغرتها بالشكل هذا، ما في مشكله ممكن اخذها. لكن هذه لو انا ضفتها هيك سحب وفلات حلاحظ انه هذا كله بده ضبط. فاذا جبت بالطريقه هذا هي مضبوطه، اذا جبت بالطريقه هذه حضغط Alt R. طبعا ال R روتيشن صح، Alt R بيعمل روتيشن، بيعمل ضبط للروتيشن. وبرضه في عندي البوزيشن او اللوكيشن G اختصارها، Alt G بيعمل ضبط للبوزيشن. بالطريقه هذه. طيب الان انا بدي اطلع، لما اطلع من واحد من الفرونت بدي اشوف الصوره، بدي اشوف الصوره كامله، فراح اعمل لها روتيشن باتجاه الاكس ار اكس 90 درجه. هاي انتر، هيك اجتني الصوره. ممكن اذا بدي اكبرها اعملها شويه سكيل بهذه الطريقه هيك. انا وانا برسم لو عملت كمان مره واحد لازم اشوف انا من جهه صح، ما ينفعش انا احطها في اي مكان بالشكل هذا. تمام، هيها واحد بينت عندي. تمام، هذه الصوره بدي اروح ارجعها لورا، بدي اعملها موف اللي هو جي باتجاه جي باتجاه الواي لورا شويه عشان انا بدي ارسم عليها. اطلع من واحد هي الصوره. تمام، كمان شغله او الصوره هذه نفسها بدي اروح اعمل لها شيفت دي نسخ وكليك يمين، نسختها وخليتها في مكانها وحعملها روتيشن باتجاه الزد 90 درجة. طيب ليش هذا؟ الآن حاجة أطلع أنا من واحد، من واحد بدي أحاول بالضبط أجيب الصورة هي جي. طبعا ترتيب الصورة هذا جزء مهم جدا من الرسم اللي عندي. حجيب الصورة جي باتجاه الزد، احاول اجيبها بالضبط على الخط اللي موجود عندي هنا. طبعا انا بدي اخذ اي ريفرنس، اي مرجع منهم يكون هو بالنسبه لي الريفرنس. ممكن اخذ هذا هو الريفرنس، ممكن اخذ القاعده هي الريفرنس بالنسبه لي. برضو ممكن عشان اشوف انا الخطوط، لاحظوا في الصوره خصائصها، ممكن اعملها ترانسبيرنسي عشان اقدر اشوف الخطوط اللي هنا، وممكن كمان اغير شفافيتها شويه بالشكل هذا عشان انا اقدر اشوف الخطوط واشتغل عليها. هرجع تاني اضغط جي وباتجاه الزد احركها واخلي القاعده بالشكل هذا. هيك انا ضبطت الصوره الاولى. الصوره الثانيه نفس الفكره، حخليها ترانسبيرنسي واقلل شفافيتها شويه صغيره. هذه الصوره الثانيه هي اللي بدي اقعد انا اضبط فيها بحيث تيجي قبال الصوره الاولى. من وين بدي اشوفها الصوره الثانيه؟ هاي الاولى قلنا من واحد بدي اشوفها. طيب هذه من الجانب الثاني، واحد فرونت وثلاثة رايت. أنا هذه الصورة بدي أجيبها من الرايت، هاي جي باتجاه الواي أسحبها بالشكل هذا. طبعا هذه الصورة، هذه الصورة حستفيد منها العدسة، لكن هذه الصورة حشف عليها باقي أجزاء النظارة اللي هو الذراع. فمعناته أنا الآن بدي أطبق الذراع على العدسة. بدي أطبق الذراع على العدسة، كيف بدي أطبقها؟ بدي أبدأ أحرك في الصورة، حأعمل نفس الفكرة، حضغط جي باتجاه الزد، أرفعها لفوق شوية، ممكن أعملها كمان بدي أرجعها باتجاه الإكس، فحأرجعها لو بتطلع عليها من التوب، جي باتجاه الإكس، أرجعها لورا، هيك تيجي على حافة الصورة زي ما أنتم شايفين، هاي حافة الصورة مع بعض بالشكل هذا. الآن بدي أبدأ أطابق الخط هذا اللي هنا على اللي هنا بشكل كامل. طبعا ممكن أنا أضطر أسحبها الصورة وأعود أرجعها، يعني أعمل لها جي باتجاه الواي زي هيك بحيث تيجي عندي، وهي جي باتجاه الإكس، عفوا جي باتجاه الاكس.
هاي يجي باتجاه الزد. لحظة انا بدي احاول اطابق الدراع على الدراع اللي هنا، يعني اهم اشي اللي بدهم يشتغلوا. من ارفع بس الترانسبيرنسي اذا هذه الخطوة انشغلت صح احنا بنقدر نكمل النظارة بشكل كامل صح. تمام، هاي النظارة انا لفتها من كل جهات، لاحظوا الدراع مشي مع الدراع بالضبط مع خط الدراع اللي هنا، هذا اللي انا بدي اوصل له. من هنا نفس الفكرة، ها هاي الدراع تكمل، الدراع تكمل بشكل صحيح. هيك انا بكون عملت الصورة هذه، بس بدي اروح ارجع تاني اقدمها جي باتجاه الواي بالشكل هذا. الان لو طلعت من واحد هاي الصورة، لو طلعت من ثلاثة هاي الصورة، بكملوا بعض. بضل عندي يفترض يكون في عندي صورة من التوب. بعد هيك احنا ممكن ناخذ أمثلة يكون فيها ثلاثة ريفرنس ايمج، يعني لازم أجيب كمان صورة أنا على الأرضية، تمام؟ والصورة الأرضية تتطابق مع العدستين ومع الدراع هنا بشكل بسيط. لاحظ إنه موضوع المطابقة مش موضوع كتير سهل، لكن بده دقة في التفاصيل. حاول أعلمهم أعمل ترانسبيرنسي لهم عشان أقدر أشوف أنا الجريد من خلالهم أو الشبكة. كمان اشي انه لازم هدول التنين اقفلهم عشان يعني ما نقدر نختارهم، او احنا بنرسم ما ينزاحوا معنا شمال يمين. فانا ممكن اجي امشي هذه او ازود هذه، اجي من فوق من هنا في عندي زر، هذا الخيار في عندي زر اسمه سيلكتابل، بدي اضغط عليه عشان يظهر عندي في القائمة. يعني بدي امسك هذا الاوبجكت واقول له unselectable، وهذا الاوبجكت اقول له unselectable. ليش؟ على اساس الان وانا بحدد، لاحظوا ما بيتحددوا معاي ولا بيتحركوا ولا جي ولا اي حاجه، ما بقدر احددهم. لما اخلص ممكن ارجعهم، ممكن خلاص احذفهم او اني اخفيهم من المشهد الموجود عندي. راح نضغط واحد الان ونبدا عمليه الرسم. راح ابدا ارسم زي ما حكينا من او احنا التكنيك اللي بنشتغل فيه الايدج او الكونتور موديلنج. راح ارسم في البدايه مش سيركل، هاخذ سيركل، هذه السيركل هي موجوده هنا، هعمل لها روتيت باتجاه الاكس 90 درجة، روتيت باتجاه الاكس 90 درجة. طيب هنشتغل احنا كتير في الشورت كاتس، خليها هيك على جنب. هذه السيركل، هذه النظارة راح اعملها جي، احركها واخليها في المكان، في المكان هذا. طبعا بلزمني او بلزم انه انا اكون شايف النظارة هذه وشايف الخط اللي أنا راسمه. لاحظوا الخط لما أنا أتركه هيه باللون الأسود، لما أنا أكون ماسكه هيه باللون البرتقالي. نطلع على الإيديت مود عشان نبدأ نشتغل فيها. اطلعوا الآن أنا اللي بدي أعمله، بدي أخلي الإدج الخارجي، الحافة الخارجية متطابقة مع حواف النظارة هذه، مع الحواف تاعت النظارة من برا عشان نقدر نكمل. الان ممكن انا اجي اعمل موف، هي اختار جي لكل نقطه وابدا ايش اعمل فيها بالشكل هذا، هي جي واحركها، جي واحركها، وهذا صحيح. ممكن استغل الاداه اللي موجوده في برنامج البلندر، وهي اداه البروبوشنال اديتنج. البروبوشنال اديتنج بشغلها بحيث انه لما اضغط على انا على اللي هو vertex من هذه الفيرتيسز، اضغط عليها جي على الكيبورد واسحب، بلاحظ انه عندنا هذا نطاق التاثير، نطاق التاثير بياثر على نطاق اوسع، يعني بدل ما انا اسحب نقطه نقطه بوسع شويه هيك وبصير يسحب لي اكثر من نقطه مع بعض. هذا نفس الفكره، جي وباجي بأسحب هيك، طبعا انا بدي اياه للنص، ممكن اوسع التاثير بالشكل هذا. طبعا انا بوسع التاثير من خلال السكرول تبع الماوس، العجل تبع الماوس، هي وسعت نطاق التأثير. طيب هنا نفس الفكرة، جي ممكن أوسع نطاق التأثير بالشكل هذا. في النهاية ممكن يضل عنا إحنا بعض النقاط بدها عمل بشكل يدوي، مش مشكلة كتير. وهي جي وحاجة أطبقها من المكان هذا. لاحظوا أنا اشتغلت كمان مرة فقط على الإيدج، على الحواف الخارجية. نيجي هنا نطفي البروبوشنال اديتنج وناخذ
نقطة، هاي جي نقطة نبدأ أخذها للنص، جي ممكن كمان نقطة هذه، جي والنقطة هذه جي، قد ما أقدر بدي أحاول أطابق على الخط أو الإطار الخارجي. هذه النقطة كمان جي وبنطلعها لفوق بهذه الطريقة. الآن ممكن أنا أجي أحدد الشكل هذا، وفي عندنا التحديد اختصاره بي على الكيبورد، بي على الكيبورد بحدد لي نطاق. طيب عملت بالشكل هذا حعمل اي، ايش اختصار الاي؟ اختصار للاكسترود. والان انا حبدا بالكونتور موديلنج، ان انا بدي امسك ايدج باي ايدج واجي اعمل لهم عمليه اكسترود. هي اي اكسترود تمام بالشكل هذا، عشان اجيبها للنص انا بدي اشتغل نص النظاره. حعمل سكيل باتجاه الاكس واختار صفر، ليش؟ عشان يعدل لي اياهم بالشكل هذا. زد بدي اضغط زد على الكيبورد عشان اخذ واير فريم، واير فريم عشان يبين لي الاوجه انها عباره عن خطوط اللي هي من هنا واير فريم، عشان نقدر احنا نشف بشكل صحيح. هذول كلهم مع بعض ممكن اعملهم جي وارجعهم لورا شويه، اطبق احاول اطبقهم، هذه لحالها جي ونرفعها لفوق. الان احنا بدنا نهتم بالتفاصيل اكثر، حنعمل كنترول ار نضيف خط في النص بهذا الشكل، ناخذ النقطة اللي هنا جي ونمشيها مع الخط، وهذه جي ونرفعها لفوق شوية. هيك أنا عملت المنطقة هذه بشكل صحيح. نشوف هاي الخط اللي طلع عنا، بدأت النظارة تتشكل. لاحظوا نرجع تاني على واحد واحد من النمباد عشان نشوف من الأمام، ونيجي للنقاط هذه، هذه النقطة نفس الخطوات نعيدها. هذه النقطة احنا ممكن نحركها، وهذه وهذه وهذه. طبعا بالمناسبة في عندنا كمان اختصار للسلكشن اسمه سي، او بضغط على سي وباجي بحدد بالشكل هذا زي فرشاية يعني تمام. هنا راح اعمل انا الان اكسترود اي، بعد ما حددت اي كليك يمين طبعا عشان اخلص، وباجي هنا. طبعا هنا بيبدأ التدوير او بيبدأ الدوران تبع دراع النظارة لورا، فانا الان بديش احكي في الدوران تاع الدراع. نحدد بالشكل هذا، هذه النقطة بدنا نحددها نعملها جي وتيجي لبرا، هذه النقطة جي وتيجي شوية كمان على الخط لبرا بهذا الشكل. النقطتين اللي هنا ممكن جي ولفوق. لاحظوا بدنا نشتغل خطوة خطوة، هاي جي ولفوق. هذول كلهم مع بعض راح احددهم اعمل سكيل اس باتجاه الاكس صفر. ايش الهدف من هذه؟ انه يجيب لي اياهم على خط واحد. هاي كمان مرة تراجع، لو عملت سكيل باتجاه الاكس طلع ايش بيعمل؟ بحرك لي بس النقاط باتجاه الاكس، فانا بدي اياه صفر، اعمل لي اياهم كلهم سكيلهم مع بعض. طيب بدي احاول قدر الامكان يكون شغلي منتظم عشان ما يغلبنيش بعد هيك. فنيجي بالشكل هذا نحرك، يعني نخلي النقاط تكون شوية هيك فيها اشي عدل. هذه النقطة بدها تعديل شوية في انحناء لبرا تمام. الان هنا بدي كمان كنترول ار في اللاين هذا اقصه من النص عشان اعمل الانحناء. هحدد الادج هذه او حدد الفيرتيسز الفيرتكس وارفعها لفوق بالشكل هذا، انا بكون عملت كمان المنطقه اللي هنا. طيب بدنا نكمل هذه برضو عشان نطلع منها دراع النظاره، وبعد هيك نعملها روتيشن. نحدد هذول كلهم ونعملهم كمان مره اكسترود لبرا. طبعا احنا عملنا لهم سكيل باتجاه الاكس صفر فهم متطابقين. ممكن اعملهم سكيل الان باتجاه الزد، اضمهم لبعض شويه هيك مش كتير، وبعدين اعملهم موف باتجاه الزد لفوق. هذه النقطه بتضل جي وبسحبها بالطريقه هذه. كلهم بعلمهم بعمل سكيل باتجاه الاكس صفر عشان اتاكد انهم متقابلين. هيك انا عملت الفريم الخارجي، الفريم الخارجي للنظاره من خلال الايدجز.
طيب الآن نعمل الإطار الداخلي أو الفريم هذا الداخلي منهم نفسهم حيكونوا مرتبطين في بعض، فيفترض مني إنه أنا أجي أحدد هذول كلهم شيفت وأحدد كل النقاط هذه برضو اللي تحت، بعدين بدي أحدد هذول كمان ممكن أحددهم بإيدي، ممكن أضغط سي مع شيفت وأحدد هذه إضافة وهي هذه إضافة. خلصت الآن تحديد، كليك يمين عشان يلغي لي أداة السي. طيب حعمل الآن اكسترود، بس لاحظوا الاكسترود كيف بيجي عندي لو أنا عملته بيطلع لبرا، هاي اي اكسترود بعدين كليك يمين. الآن ايش اللي صار؟ صار في عندي في النقطة هذه ها صار في نقطتين فوق بعض، تمام؟ فهي تراجع 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 اكسترود، بعدين ايش بدي اقول له؟ بديش له قيمة، كليك يمين. وهذا الاكسترود اللي عملته بدي اعمل له سكيل لجوا عشان يجيني صح الشكل هذا. وانا بعمل سكيل بحاول قدر الامكان كل النقاط تكون على النقاط الثانيه او اكبر قدر من النقاط، وبرجع ثاني بعدل هاي شيفت نزيح المشهد وناخذ هذه نقطه نقطه جي ونعملها بالشكل هذا. طبعا احنا ممكن نكون شايفين انه العمليه الان معقده، لكن هي حتكون اعقد كتير جدا لو كنت انا بشتغل من خلال البوكس موديلينج، والبوكس موديلينج مش هيعطيني التفاصيل هذه بسرعه. يعني ايش انا حصير في البوكس موديلينج؟ انا اضيف بوكس وابدا اعمل منه اكسترود ولتحت اكسترود لتحت اكسترود وموف اكسترود وموف عشان اعمل اللفه هذه كلها، فحيكون الموضوع شويه مرهق. خلينا بدي اعمل تراجع لانه في عندي شغله، انا مش عامل تراجع عن الاكسترود الاولاني، هاي تراجع انا عامل اثنين اكسترود، فبالتالي وانا كنت بحدد بلاحظ انه في نقطتين فوق بعض، هذا هتعمل لي مشكله بعد هيك، فحرجع الان احدد هذه النقاط كمان مره. قلنا بحدد بالشكل هذا شيفت ومن تحت، بعدين بضغط سي على الكيبورد وبضيف هذول للتحديد. نعيد العمليه اكسترود اي عفوا كليك يمين اكسترود كليك يمين سكيل للداخل ونبدا نعدل هاي النقاط. واحنا بنعدل ضروري يكون في عنا انتظام، يعني يكون في انسيابية مش زي هذه، تمام؟ هذه بعدلها شوية برجع لهذه بعدلها شوية. هيك انا بكون الان عملت برضو الاطار الداخلي. الاطار الداخلي هذا هاي نشوف النتيجة، هيو الفريم، تمام. الان حرجع واحد وبدي اعمل العدسة، نعمل العدسة اللي جوا. فممكن انا اختار عشان انا الخطوط هنا عندي يعني جايين مع بعض، الت وضغطة واحدة هنا، وكمان مرة اكسترود للداخل كليك يمين سكيل، بديش اعملها خطوة واحدة بعملها خطوتين، وهي كمان مرة اكسترود كليك يمين سكيل
اكسترود، كليك يمين سكيل، اشي بسيط بالشكل هذا. في عندي حرف الاف على الكيبورد بيعمل فيل. ها نيجي نشوف، لاحظوا هذه كلها فيلينج، هذه كلها معمول فيلينج، هذه فاضيه، فبضغط اف على الكيبورد بيعمل فيلينج للخط، النقاط اللي انا ماسكها. تمام، هيك انا عملت الان عدسه النظاره. طيب عدسه النظاره عاده ما بتكونش عدله، ما تكونش فلات زي هيك، لو طلعت عليها من التوب هيك عدله، بتكون شويه لقدام جاي، يعني بتقوس للامام. فانا بدي اعمل التقوس هذا، فراح احدد، او من غير ما احدد ممكن انا اختار اداه البروبوشنال اديتنج اشغلها، لكن بدي اياها تكون سفير، لما اسحب يكون سفير، تمام، ككره يسحب لي اياها. طيب هنا بدي اضغط جي، لاحظوا لما احاول اسحب هي بيعطيني اياها سفير، ممكن اكبر نطاق التاثير زي هيك بحيث انه يسحب لي اياها. ممكن اعملها بالشكل هذا، لكن يفضل انا بالنسبه لي اجي اقسم الشاشه نصين عشان اشوف ايش اللي بعمله. طبعا انا عملت تراجع عن اللي عملته، اسحب الشاشه نصين بالطريقه هذه، من هنا بدي اشوفها من التوب 7. هي حددت انه انا بدي نطاق التاثير هي، تمام، خلص هيك تحدد وضبطت الهاد، بس ما سحبتش، ضبطت الدائره لكن ما سحبت. راح اجي هنا مثلا اطلع عليها من التوب من 7، هنا Alt وححدد النقاط هذه الموجودة، وباجي على هذه، على هذه وأنا شايف هذه مباشرة، شايف هذه من التوب، حضغط G وأسحب لقدام زي هيك، ستسحب لكل النظارة لما أشوف إنه التقوس مناسب. طبعا إذا في صورة ريفرنس موجودة تحت بجيب على التقوس تبع هذا الريفرنس. هيها من التوب، بنشوفها من هنا كيف صارت. نيجي ممكن هذا بدنا نعمل له بالزر اليمين جوين، خلاص تمام، ضغطه هيك، تمام، هي النظاره اللي طلعت عندي. طبعا انا الان عملت الاطار تبعها، لسه ما لها في، ما في لها سماكه، ما لها دراع. انا هعمل الان حفظ للصوره اللي عندي واتوقف في هذه المحاضره لهذه المرحله، وان شاء الله تعالى هنستكمل في المحاضره الجاي كيف احنا نعمل باقي النظارة. طبعا بالمناسبة الآن بما أننا استخدمت ريفرنس ايمجز، هاي بدي أسميها سان جلاس مثلا، بما أني استخدمت ريفرنس ايمج في ملف البلندر، لو نقلت ملف البلندر على جهاز تاني راح ألاحظ أن الصور هذه حتختفي، تمام، لازم أنقلها معه، أو عادة يفضل طالما أنا مستخدم أي شيء من برا هعمل فايل external data back all into dot blend back all into dot blend، بضغط عليها الان خلاص كل الصور صارت في داخل البلندر. بالتالي لو انا فقدت هذه الصوره اللي انا مستخدمها بعد هيك بفتح الملف بلاقيها. يعطيكم العافيه.